يعني سمر كتير حلو انه نحن دائما نتذكر انجازات الكوادر الطبية ووقفتهم خاصة بهي الظروف بالتصدي لفيروس كورونا، هذا الوباء اللي اجتاح العالم كله. شفنا كتير يمكن شهداء من الاطباء بهي الظروف الصعبة، وعم نشوف كمان الاطباء يلي يمكن مستنفرين ودائما مستعدين لاي حالة صحية او اي حادث طارئ. أكيد دائماً بالأزمات بتكتر المبادرات، يعني شو ما عملنا بيكون قليل لأطبائنا ولجيشنا، لكن اليوم هي المبادرة من فريق ألوان التطوع كانت بالسلبية، وكانت رسموا اللوحة وقاموا بالإضاءة حول اللوحة، وكان يعني تحية شكر بسيطة لأطبائنا وجهودهم الكبيرة. أكيد سمار، رح نضل يمكن اليوم بأجواء وكل شيء بيتعلق بهي الجائحة يلي اليوم سمار وين ما قدرنا وشنا نسمع أخبارها نعرف شيء بيتعلق فيها وهي بكل أنحاء العالم. حتى عنا اليوم بسوريا سمر عم تكتر يمكن الضغوط النفسية وعم تكتر يمكن كل حدا كل شخص فينا يمكن عم بزيد هي الظروف الصعبة وهي الأخبار عم تتعبه نفسيا. قد عم تشوفي هذا الشيء موجود اليوم؟ هذا الشيء كتير عم بيأثر، وبالأخص هذا الشيء يعني إذا كان الشخص هو نفسيا نفسيته تعبانة كتير وبيجي هذا الضغط النفسي بيزيد عليه الضغوط النفسية اليومية، وإجا وباء كورونا كمان انتشاره، هذا الشيء كثير عم يسبب ازمه، كان يعني ازمه بالحياه، ازمه صاروا في اشخاص مثلا ما عم بيقدروا يطلعوا من بيتهم، حتى عم بيصير في عنا الم اجتماعي، ما عم بيقدروا يروحوا يشوفوا العالم والناس يلي بيحبوهم، ما عم بيصير في لقاءات بيناتهم، يعني فكل واحد عم بيحجر حاله بالبيت، عم بيحس بهذا الشيء. بيحجر حاله بطريقته. عم بيحجر حاله بطريقته، بس فينا يعني نحجر حالنا بالطريقه الصح، فينا نحجر حالنا ويكون عنا طاقه ايجابيه. أكيد. ونعمل الاشياء اللي نحن بنحبها بالبيت، وفينا كمان يعني نحط ضغوط الحياة النفسية والجسدية وكله ونقعد بالبيت ونكتئب، يعني هذا الشيء أكيد مو صح. أكيد سمار، لحتى نحن ما نشعر بالإحباط، لحتى ما يصيبنا نوع من الضعف، أكيد مشان كل هي الأمور رح نحكي أكثر سمار أكيد عن الجانب النفسي اليوم. حنحكي عن الجانب النفسي وعن الآثار النفسية للصعوبات وأزمات الحياة وضرورة الحفاظ على القدرة على التعامل معها بشكل صحيح. بصيرنا نرحب اليوم ونستضيف الأستاذ المهندس محمد خير اللبابيدي، خبير التنمية البشرية والدعم النفسي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا سمار، أهلا وسهلا فرح، أهلا وسهلا طبعا بمشاهدي الإخبارية السورية أينما كان. يسعد صباحك. أول شيء كيف النفسية؟ روعة. ما نحن يعني نتحارب لأنه نفسيتنا عالية. تمام. لا ما بدنا نتحارب، بدنا نضل نفسيتنا كتير حلوة ومعنويات عالية. أول شيء خلينا نعرف اليوم مفهوم الضغط النفسي اللي هو بيختلف من شخص لتاني، من قدرة احتمال شخص لقدرة احتمال تاني، بس بمفهومه العام بتعريفك أستاذ محمد شو هو الضغط النفسي؟ طبعا الضغط النفسي هو الحالة النفسية اللي بتنشأ عن الخوف من المجهول، الخوف من القادم، الخوف من بكرة، الخوف من الظروف المعيشية، الخوف من العجز عن مواجهة ظروف معينة صحية، بيئية، اجتماعية، معيشية. دائما الإنسان بيعاني من حالة القلق نتيجة اعتقاده أو فكرة الاعتقاد اللي زارعها بعقله أنه هو عاجز عن مواجهة هذه الظروف. لذلك نحن بالتنمية البشرية دائما ما بنقول نحن في عنا مثلا صعوبات، في عنا أزمات، نحن في عنا نشاطات حياة. هالنشاطات الحياة هي ضرورية حتى يتميز الإنسان عن غيره. يعني الإنسان من تجي سعادته من إنجازاته. إنجازاته وين بتصير؟ بالظروف الصعبة. يعني مثلا نحن هلا كنت عم تقابله السيد مدير التربية، يعني لو فرضنا أنه والله الأسئلة مطروحة للعالم كلها، أسئلة مثلا التاسع أو البكالوريا، يلا درسوا هالأسئلة إليه وروحوا قدموا، وين السعادة؟ ما في سعادة، ولا بتحسن تقول له مبروك، ولا بتحسن تقول له مبروك النجاح، ولا بيفتخر ولا بيفتخر بالنجاح، لأنه الظروف سهلة والأمور متاحة. لذلك رب العالمين سبحانه وتعالى بأوجد الظروف الصعبة حتى أنت تشعري بالسعادة. سعادة شو؟ سعادة الإنجاز. وكل ما صعبت الظروف كل ما الإنسان استطاع أنه يكتسب خبرة حتى يعطي. والإنسان دائما كيف الإنسان بيتميز عن غيره؟ بيقول لك خبير. خبير بشو؟ خبير نتيجة الأشياء اللي مرق فيها وانتصر عليها. نعم. نتيجة نجاحه بقلب الظروف الصعبة. والإنسان من وقت ما خلق على هالأرض هو يمتلك القدرة، وأنا لا بحكي مع الناس كلها، تمتلك أنت القدرة على الانتصار على الظروف اللي أنت فيها، فقط إذا فكرت بطريقة إيجابية. إذا فكر بطريقة إيجابية. كثير من الأشخاص وبظل أزمة كورونا وضغوطات الحياة اللي عم نعيشها
عايشين بمرحلة من اليأس والإحباط وضغوط نفسية كتير كبيرة، وحتى كمية التشاؤم عم تطلع كمان كتير كبيرة. كيف لهدول الأشخاص اللي نفسيتهم كتير تعبانة واللي مثل ما حكيت واصلين لمرحلة من الاكتئاب إنه ممكن يواجهوا مخاطر، هي أنا بعتبرها مخاطر الآثار النفسية الصعبة السلبية، كيف ممكن يواجهوها وكيف ممكن يتحدوا الظروف الصعبة ويكمفوا حياتهم يعني بشكل صح؟ دائما نحن بنقول العقل يفكر بطريقة التركيز، إذا ركزتي على الأبيض تنسي الأسود، إذا ركزتي على السعادة تنسي الحزن والألم، لكن الإنسان سبحان الله بحسب ما يركز. يعني نحن الآن قاعدين، الآن نحن هون والناس ما شاء الله كلها عم تشتغل والحديقة الجميلة، هلا إذا واحد فينا ركز على الكورونا بتلاقيه مسكين كل دقيقتين صار يعقم الكمامة، نسي هالجمالية، نسي الكلام اللي عم نحكي. ممكن نحن هلا عم نحكي عن الامل، عم نحكي عن الدعم النفسي، عم نحكي عن انه قدره الانسان على الانتصار على الظروف. اذا واحد وقف هلا على دور الخبز ساعه ورجع يمكن يطفي الشاشه، بيقول لك هذا شو عم يحكي، نحن هلا صرنا ساعه تجيب خبزات. انا نفسه بقول له انت اللي عم تجيب خبزات صار لك ساعه، لكن عندك ميزات انت منتصر يعني تتميز فيها عن الملايين. يعني مثلا الصحه والعافيه اللي انت فيها هي احلام لناس هلا عم بقلب المشافي، حتى شافي وضعهم أحلام للناس يا حرام اللي عم تستنى الدور حتى تفوت على المشفى. دائما كل واحد فينا لازم يعتقد تماما أنه أنت بالظرف اللي أنت فيه بالوضعية اللي أنت فيها حالتك هي حلم لملايين غيرك، لكن انت ركز على ما لديك، لا تركز على ما ينقصك، لانه انت بطبيعه الحياه لو كملت الحياه كلها معك حتبحث عن شيء بينقصك. يعني شوفي مثلا انا عملت دوره باحد الدول العربيه عن مثلا الفراغ اللي بيشعر فيه الانسان عندما بيصير بحبوحه من المعيشه، فتفاجات انه نسبه كبيره من الطبقه يعني خلينا نقول الرفاهية مثلا الفنانات أو الكذا بتلاقيهم دائما سبحان الله بعمليات التجميل عمليات تجميل عمليات، لدرجة أنه بالآخير ضروا حالهم ما عاد حسنوا يطلعوا على الشاشة. لذلك الإنسان دائما إذا ما كان عنده شيء ناقصه حيبحث عن شيء ناقصه يمكن يكون غلط. لذلك أنت بالمكان اللي أنت فيه بالزمان اللي أنت فيه أنت لازم تكون سعيد، وبتكون سعيد حتجلب من نفس النوع حتى الناس اللي حواليك. يعني نحن هلا ليش عم بقول انا محاربين نحن جماعه التنميه البشريه، لانه الناس اللي عم تركز على نقط معينه، والله اللي ناقصه مازوت مسكين ما عم يجي الدور، يلي ناقصه نينة غاز عم تطلع روحه حتى تجي الرساله، يلي مثلا اراع على الفرن بيجيب 60 كورونا لحتى ياخذ كيلو خبز. هذا واقع عم نعيشه، هذا الشيء ناقصهم للاشخاص، مشان هيك بدهم يركزوا على ناحيه معينه. يعني بالتاكيد لا شك، لكن نحن ما لازم احصر حالي ضمن هذا المجال. يعني هلا مثلا وقت الانسان بيحصر حاله ضمن هذا المجال بينسى نعمه الصحة اللي هو فيها، بينسى نعمة الأولاد اللي عنده، بينسى نعمة والله الأمان اللي هو عايش فيه، بينسى مثلا نعمة البيت اللي عايش فيه. والناس محمد اليوم لحتى شوي نكون منصفين، نحن ما بدنا نكون سلبيين أبدا وبدنا ندور على الشغلات الإيجابية. الشخص اللي عم يطلع من بيته ويواجه صعوبات يمكن بكل تفصيل قد ما كان صغير لحتى يوصل لآخر النهار، كيف بيقدر يوصل لآخر النهار وعنده شوية إيجابية مشان العالم كلها اللي عم تسمعنا ما تقول نحن بعيدين عن الواقع؟ لا، نحن ضمن هذا الواقع اللي عم نحكي. كيف بيقدر يحسن حاله يمكن من كل هاي السلبيات وكل هاي التفاصيل اللي هي فعلا متعبة ومرهقة لك المواطن السوري؟ نحن بالتنمية البشرية ما بننكر الواقع، نحن منغير قراءة الواقع. نعم. يعني أنا هلأ مثلا إذا بدي أقعد مع الإنسان وأقول له والله على أزماتك أخي، والله كورونا ونحن بحرب وغلاء وروا، شو بيصير في هذا الزلمة؟ يعني أنت إذا رحتي على تعزية مثلا إنسان فائد والدته أو والده، طب شو بدك تقولي له؟ بدك تقولي له الحقه؟ بدك تقولي له والله ايه والله رحت خسرتها يلا اعمل اخذ لك حبه انتحار؟ اكيد حتقولي له طول بالك، لله ما اخذ لله ما ابقى، وان شاء الله بجنان الخلد وان شاء. وهي اصلا الوفاه هي عباره عن رحله يعني لعالم اخر سبقتنا ونحن لاحقين. بدك تبسطي الامور، ونحن بالتنميه البشريه ما بننكر الواقع، ما بننكر والله الازمات، لكن خليك تعرف تتعامل معها، لانه الازمه اذا دخلت فيها تشتت تفكيرك وجابت من نوعها. يعني مثلا انا والله اذا فتت على ازمه مثلا معيشه حتجيب أزمة صحة، حتجيب أزمة تعليم، حتجيب أزمة أمان، حتجيب دائما من نوعها. لكن أنا وقت بطلع من برات المشكلة وبعرف أقراها بأوجد حلول. دائما إحنا بالتنمية البشرية من خلال دوراتنا مراكز صناع المستقبل أو حتى المحاضرات اللي عم نسويها، واليوم نحن عنا محاضرة بالنادي العربي والكل مدعو عليها بساحة المحافظة الساعة 4 عن هذا الموضوع تماما، إنه كيف العظماء يلي
عاشوا يمكن بظروف اصعب منا، يعني نحن الان ظروف حرب وامراض وكذا. طيب شوفي مثلا الشعب الياباني، نحن لا نشكل 1% من معاناه اليابانيين بعد الحرب العالميه الثانيه. نعم. اليابان خلال 20 سنه وين صارت؟ الصين كوارث وحرب اهليه وفيضانات وفقر وجهل. طيب خلال 20 سنه وين صار التنين الصيني؟ وهكذا، وكذلك باقي دول العالم، ونحن لسنا اقل، لكن هن اختلفوا عنا انه عرفوا كيف يحولوا الصعوبات الى فرصه، وللاسف معظمنا عم يحول الصعوبات لباعث لليأس، فبتزيد عليه الصعوبات اضعاف مضاعفه. طيب منحوله لباعث من الامل، خلينا نحكي كيف ممكن الواحد يواجه الصعوبات، شو هي برايك الخطوات والاجراءات الصحيحه وبهالوقت وبضمن اكيد ظرف وازمه كورونا؟ اول شيء نحن بناخذ الحياه ببساطه، ليش؟ لانه نحن بصراحه لازم يكون عندنا اعتقاد انه اللي خلقنا مسؤول عنا، يعني مو انا اللي بطعمي حالي ولا انا اللي بطعمي اولادي، ومو انا اللي بضمن حياتي، يعني نحن هلا انا سبحان الله عم بعمل بمكان معين، صاحب هذا المكان اكثر واحد كان موسوس من الكورونا، تمام؟ يعني لدرجة التعقيم كل لحظة كل ثانية، المسافة يخليها 10 متر، وانا والله يعني كنت طبيعي، يعني ما عندي، يعني بحذر كمامتي معي، تعقيم هيك بسيط، سبحان الله الكل سليم هو اللي انصاب بالكورونا. يعني عم نسمع فرح هي القصة، اكثر واحد بيكون عم بيتوسوس من الكورونا، من المرض عم بيصير معه كورونا، وحتى كثير من الاشخاص بيسالوني انت كيف عايشة؟ بقول لهم انا عايشة حياتي بشكل كثير طبيعي، قليل كثير يعني عم بعمل مثلا كمامة، اجراءات احترازية بسيطة، بس بنفس الوقت في عم يكون تباعد مكاني، بس بنفس الوقت عم شوف الاشخاص يلي بدي اياهم، عم بجتمع مع الاصدقاء مع الاحبة مع الاقارب اكيد يعني، فكتير حلو الواحد يعيش الحياة بشكل بسيط وما يكبر الازمة. سمر الاجراءات خدها انت، لكن لا تبالغ ولا توهم حالك، لانه الوهم بيقتل صاحبه. يعني نحن عواب ما نقول والله مثلا الكورونا موتت مثلا 100,000، طيب انت قول انه في ملايين طابوا من الكورونا، تمام. وانت بحسب قدرتك، يعني في اجسام طابت من السرطان، انتبهت علي كيف؟ وانت قادر اذا كانت الحاله النفسيه، لذلك احنا اهم فرع بالتنميه البشريه هو فرع شو؟ الدعم النفسي، لانه الدعم النفسي 90% من الانتصار على المشكله. اكيد، يعني بدنا نقول لك شكرا على الطاقه الايجابيه اللي اعطيتنا اياها الصبح وعلى نوع من الدعم النفسي، مثل ما تفضلت وقلت استاذ، يعني اليوم كثير الظروف صعبه، اذا بدنا نوقف على كل تفصيل يمكن ما بنكمل يومنا. بنفوت باكتئاب. اكيد، شكرا لك ولك المعلومات. أكيد منتشكر وجودك معنا ومنتشكر طاقتك الحلوة والإيجابية، ومنتمنى هاي الطاقة تنتشر لكل حدا عم يتابعنا ولكل حدا موجود بسوريا وخارج سوريا. شكرا سمار، شكرا فرح، شكرا لهذا الكادر الجميل، شكرا لكل من ساهم بهالزاوية التنموية، وأيضا الشكر الأكبر للي عم يتابعونا إن شاء الله، حيكونوا معنا إن شاء الله من دعاة الأمل في زمن أكيد.